في ناس ما هذا انا اشوفك بس ما ادري ايش عندك. معارضة الشفوف لو جمعنا عرق وسلوم ما حنبخ شراب. بيت هذا أليم. نبه؟ أليم. قوة. لا تكرم أنا أقول أليم أليم. والله القرقاح هذا. البيت اللي قبل شوي يقول يوم عرضت السوالف ملفقتش. يوم يشر ذا هذا ما عليك منه. أقول بيت أليم. والله القرقاح ايه؟ هذا يعني يلعب من بعيد. الله يطول عمره لا هو أخويانا اللي سبقونا. وريني يعني وريني عيونك والله انت القرقاح ما ادري شو وضعك لكن الله يبيض وجهك مع هذا العمل الطيب. والله ان احنا عز الله والله يا عيال جاني ابو عبد الرحمن البارح قال لي ايش رايك في العمل هذا وراني التصميم بس ما سمعني الصوت ولا هو اللي سمعناه في الاستديو اللي في الاستديو سمعتك اياه والله تسجلونه يوه يا العمل لا أسبوع الجاي إن شاء الله في له أقول أضرب الأرض ولا تسمي أنت أبوه شوف والله ركا. هو بالنسبة لي أنا نواف حصل تقصير الأسابيع اللي راحت وخارج عن الإرادة أولا ضغط وقلة نوم عن الشلة هذه تعبر وبرايمات وذا وأمور واجد وارتباطات حتى خارجية لكن يا ربي لك الحمد من الأسبوع اللي راح ذا والأمور زاينة قايم نتحدث عن المسجد الله يجزاك خير وقايم نتحدث في المسجد وبعد ان نقوم بدري وعتب الجمهور والله العظيم انها في محل الثقه عتب عندنا محب. في محل الثقه عندنا جميع هم يعاتبك الجمهور لانه يحبك نعم فالجمهور اذا عتبك على نقطه فانت حاول قد ما تقدر انك تسعى عشان تضبطها ف يا ولد والله بغينا نرضيهم في ذا التدشين وفي ذا العمل والله ان شاء الله رضيناهم وبشرهم بالسعد في الايام الجايه عاد باقي اعمال الحماسيه طيب يلا يعني انا فتحت كتاب هذا ذهبيات ايام جانا صاحب الكتاب وينه ايه طيب يقول بسالكم انا وهي من ذهبيات يقول من متع الدنيا الخفيه وش هي متع الدنيا الخفيه ايه هي عباره ولكن انا اخذت النص الاخير اخر كلمتين بالنص من متع الدنيا الخفيه لما تحط لك هدف تحصل هدفك يعتبر متعه صح عليك وانت وقت الانتصار او وقت النجاح كلكم في تصبون في مصب واحد مصب واحد العلم والمعرفه العلم والمعرفه اي صادق هذه من متع حتى هذه ترى بعد تعب اي هذه من متع الدنيا الخفيه انك اذا وصلت لنقطة هدف كنت رسم لها مثلا احنا الحين في البرنامج انت داخل مثلا تبي تكسب اقوى دافع لطالب المعرفه طيب هي كلمه ام حزمت من مادة ما هو برجع لا هو جاع شفتوه ولا هو بكفو ما عدد البيع والله ما سمعت لا لا هو ما يقصد خلاص اسلوب تفخيم لا هو اسلوب يعني ما شاء الله يا اخي لا هو لهجته لهجتهم كذا خلاص يقول له هو بشاعر ولا هو يعني ما هم غير شاعر دقيقه انا بفسر لك يقول له هو بشاعر انت تقول امحك انا افسرك وجهه نظر الرجاء يقول له بشاعر يعني مو شاعر بس هم محصور على ولا هو مبدع يعني مجمعها كلها يا اخي عشان ما ابغى اسوي سليم ولا قدر لا تضحك ها تضحك ليش زعلان انا لانك كنت تضحك على الرجال وانت فاهم غلط ايه اكيد 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 مو قصده انه صحيح اكيد هذا طيب ليش تضحك وجاي تعلمنا سمعناها كلنا لان ادري انه متوتر وجاب العيد لا لا ما هو متوتر الا متوتر هو قايل لي توتر ها طيب طيب قول يلا لا لا ما برد وجهي ايمن قايل لك انت سقع علي تقول قايل لي برا جيب الرجال يقول انا ماني متوتر اقسم بالله انه قايل خلاص راح طيب جبته جيبه وتعال جيبه وتعال جيبه وتعال جيبه وتعال بعصبيه خلاص لا 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 ابرد ابرد برد برد اقوى دافع لطلب المعرفه وش اقوى دافع لطلب المعرفه يعني مثلا عندك شيء انت تبغى توصل له وش الدافع اللي يخليك تروح له الشيء هذا اقوى شيء حب التجربه ها حب التجربه صح عليك الحب 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 هو اقوى دافع لطلب المعرفه يعني مثلا نواف مخلص فيه يحب الانشاد وش اللي يخليه يبدع في الانشاد حب هذه الموهبه ايه تطويرها انك تحب المعرفه اذا كان بروح اخذ يدش وبديك سيو عشان يحب الدش عاد ندري كيف حنقى يا ليل غارت من
من هناك وغارة من هنا غير الخفو علينا اللوم يا مسلمين إن نعرف وش علينا ونعرف وش لنا غير الخفو علينا اللوم يا مسلمين إن نعرفو علينا هذا اسمه أينشتاين ترى لا 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 هذا ترى مسمينه على عامل مو بع عالم صدق انت توازنك الداخلي يحقق توازنك انت تدري ان هذا راي كتاب جانا قبل شوي ايه ادري معطيني كتاب مسجل عليه اسمي موقع والله اي والله ليش ما سجل على كتابه ما اعطاني كتاب كتابي كتابك يا ابو عبد الرحمن طول عمرك شلون سعدك الله يكتبك من اهل الجنه ان شاء الله اللهم وياك والسامع فأنا بنصحكم نصيحة طرق الخير كثيرة طرق الخير هنجاك ما جربها كثير فأنا طرق أنا تهزيت عبد الله الدفين ظاهر نجيت مثلا حتى ذا يقول فأسلك ما يناسبك الشيء اللي يناسبك أسلك مو بشرط أنك تمشي على طريق الخير هو طرق الخير واجد ولكن الشيء اللي يناسبك أسلك فهمت؟ وزوجت بكرة غذاء الروح وش هو غذاء الروح غذاء الروح إيه؟ السعادة حوله الحب غذاء الروح يا حبيبي في الإيمان الصالح في الإيمان الصادق والعمل الصالح الإيمان الصادق والعمل الصالح المعلومية ترى هذا خلى فمكم زرق من داخل ومن خارج ما عليه احنا طال عمرك فمكم شنو هو مشجع غذاء الروح السعودي الشيء اللي يغذي الروح العمل الصادق هاك كمل معنا لا هلا شو ايش بلاك ذال ما تبي احمر الخساره سبحان الله انت مسجل عندك لا يمكن ابي اتوقع من كلمتك هذه عملك ما يتعدى 5000 مشاهد ليه الا انك تخلينا ادعي عملك يوصل مليون لا والله كم تبي عملك يوصل هذا الله اكبر انت الدعوه من الاستجابه لا بس اني ان شاء الله من الخير ان شاء الله الله يجعلك من هذا الخير يا ابو راجح والله انك سنافي وتحرب العلوم الطيبه صراحه العمل مجرم 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 الصراحه 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 ولع المايك صراحه العمل ايه شوف شوف انا تدري اني من درجه ما صار عندي ازمه في المايك صرت اشغله حتى وانا راقد طيب اسمع بالله ابو عبد الرحمن جسد يا رجل تفضل الكتاب هذا ابغى جوها جوها اوخر الزرق ذا صادق والله لا عادي عادي مو عاد مو واضح حمزه سمعك لا هذا انا خابر والله اني امزح معك يا مسلم هذا كنت اشتريه قدام البرنامج لا طلعت لساني ازرق اشتريه من محل عصيرات انت بتخصم علي يعني الله لا يحييك الله لا يحييك عصير تاء انا لك تعرفه تاء يا هو انا جايبه من عنده والله ايه والله الله يخرعكم شويه اقول شي يسوي ها وين راح اقول لك والله انه يد والله تقول انا ايش بلاي انا فيني مرض جربته عندنا بالحفار طيب يقول اقشر ميز الله الانسان بالعقل حلوين يا ايمن ميز الله الانسان بالعقل بالعقل صح طيب مو بالمخ بالعقل فمن النقص وش اللي من النقص اللي يخليك تستخدم العقل في اشياء تافهه يعني انا مره استخدمت عقلي شوف ميزك الله بالعقل فمن النقص انك تستخدمه بالطريق الخاطئ هذا نقص عليك اذا ما اذا الله ميزك بعقل وفرقك بينك وبين الناس الحيوان أيه. والمختلفين بعد اللي في عقولهم الله يشفيهم يعني وانت تستخدمه بالطريقه الغلط هذا انت ما زين قاعد تسوي شيء ما زين انت كذا تلعب بالنعمه عقلك نعمه صح العقل نعمه كل شيء في الانسان نعمه العقل البصر السمع الشم اللي هو يا اخي انت مبدع انا مره استخدمت عقلي بشغله مو حلوه طيب بالله انت تفكر ولا ما تفكر والله افكر بالله صدق صار يعني انت رجال اذا جلست مع في نفسك تفكر تشغل مخك ولا لا انا ان فكرت جبت شغله صراحه الصحيح واذا بس ما لي خلق افكر بس اذا قعدت تفكر ضايقت ما لي خلق افكر طيب وش رايك انا يقول التفكير سوى خلاص ها وش رايك انا يقول التفكير مهاره تحتاج الى تدريب كاي مهاره اخرى يعني تفكيرك ترى يبغى له تدريب لا عشان الحين انا يا جبر
بعض الاحيان اذا جلست مع نفسي مثلا قعدت كذا قلت انا بفكر في الشيء فلان، اتضايق من الجلسه واتضايق من التفكير واقوم ما احب افكر. ف التفكير مهاره لازم تدربها صح، دوم تفكر يعني لازم تفكر بشكل يومي، مو بعد انك تشغل نفسك بالتفكير، الحياه ثانيه يا رجال، بس يعني في امور لازم تفكر فيها وامور لازم ترتب في حياتك اللي هي الاساسيات. تدري ان مخك عقلك ما يوقف عن التفكير الا وقت النوم؟ صح. شو تقول؟ لا التفكير في امور اها قر ايه علمنا من في الامور الحياتيه. تصدق ان التفكير مهمه هو عباده؟ عباده؟ ايه التفكير هذا الكتاب انت قاعد تقرا من كتاب ولا من بالك؟ لا من بالي ومن بعضها من الكتاب. لا الظاهر عباده هذه من 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 ما لها شغل، ما لها شغل هذا. التفكير مهمه؟ مهمه؟ ايه الحين كلكم معكم كتاب يلا وعباده. لما كنت فكرت الحين في مثلا فكرت اني اسوي عمل مثلا، انا فكرت في مثلا مبادره المسجد اللي صارت قبل يوم. التفكير ولا التفكير؟ التفكير يعني في فرق؟ مثلا انا فكرت اني اروح اذن المسجد، اروح اذن. اسمع فكر، اسمع فكرت اني اروح اذن، لا اول اذن العشاء واذن المغرب، هذه عباده تسمى تفكير العباده. انت تفكر في عباده. انت ما قلت انا افكر بعباده، انت قلت التفكير عباده. التفكير انت جبت العيد اول شيء بعدين. شوف معانا مكتوب هنا. شنو مكتوب؟ التفكير مهمه. ايوه وايش؟ ما اشوف انا. عبادة اخر بس هي ذهبيات فقط يعني عبارات. زين تعرف تفسيره ولا لا؟ لا انا اشوف انا اقرا لك اللي في الكتاب واتوقع ان الاستاذ ما يصير تقرا الكتاب ما تعرف تفسير فايز من فالح العمر انه ما يجيب شيء الا صحيح. ابو نعم فيه ما بنش هذه بركبنا التهايم دخلنا بالطوفه. التفكير عباده هو وقفنا شرحنا ليه التفكير. انا ادري ها؟ تفكير في الامور الخير. انا فسرتها كذا. انا فسرت انا ترى لي مثلكم يعني يعني يا جبر قدعن. ها؟ قدعن. كيف يعني؟ يعني من بالك فيكم. ما فيش مصدر ولا حاجه قدعن. قدعن مني انا. انا اشوف انه كذا بما انه مكتوب وجود في كتاب فانا فسر التفكير. سلطان كم عمر اخوك؟ انت كلامك درر يا ابو راشد. في الامور الدينيه. ها سلطان؟ ما انا اخوي. الثاني شو اسمه صح؟ متحس. سحمي. سحمي. متحس. ها؟ هو شو اسمه هو؟ سحمي. اسمه سحمي. سحمي ايه انا ابي يدلعون سحمي. ما عندكم ما قد مر عليكم سحمي هذا وين مره؟ طيب عندنا هناك بالكريك سحمي مطحس. ايه يا عاد احنا عندنا برجس. برجس ايش هذا؟ برجس ولا اسم ولا لقب؟ والله برجس صحيح. بطاقه برجس. برجس سحمي هذا كم عمره؟ اقل من 30 28 29 حول. والله انه يشبهك. شباني كانه اخوي. اوف 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 والله كانك اخوي صح. اوف 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 يا اخوي هني هو ما شاء الله تبارك الرحمن. من؟ صاحب الكتاب. ما شاء الله تبارك هذا فايز مفالح الناس. موسوعة. ابن عمي. والله نعم نشد عنك ترى. ها؟ نشد عنك. نشد عني؟ اي والله صابته حميه. كنت مشغول ولا كان ودي حاضر. يقول سجن الافكار قد نكون احرارا خلف القضبان. انت في السجن تكون حر يعني. كيف؟ قد نكون حر بتفكيرك خلف القضبان. هذه سجن الافكار بالتفكير يعني. شوف مع العنوان سجن الافكار يقول قد عنوان يجذب الحال خلف القضبان. اي قد نكون سجناء بلا قضبان. سجن الافكار صح يا اخي هذا عليه ما شاء الله مبادئ. يوم طيب الاخلاق هي الدين، هي الدين والقيم والمبادئ والحضاره. هذا تعريف الاخلاق. اي شخص يمتلك اخلاق قيمه تلقاه يمتلك مبادئ الدين والقيم والمبادئ والحضارة. العيال صاروا مثقفين اليوم. من أساءت أخلاقه قل احترامه وانعدم جلوسه. عندي شو؟ أعطي كتاب لي معك أيمن وخذ كتاب. ليه؟ طقم. قطعة حلوة. شوف شوف نفس لونه. يا أخوي سبحان الله يعني هذا ناسي وهذا ناسي. لا ماني بناسي. أنت واهبي صح. يعني ايه بس في فرق سبحان الله. شفت الله يعطي وياك. شوف هذه اقرب مثال عندك العقليات تختلف. يا ولد ما عرفتكم انتم تقرون كتب.
والله والله تبي حقيقه عز الله انه شفت لي حرك المخ يخليه هو كان مغبر وصوتي صوت شفت الحديده لما طولت ما تحركت ما حطيت لها زيت هنا المخ كذا يقول قد تكون سجينا لافكارك مده طويله وانت لا تعلم هذيك الكتب صح يفقص ها يفقص هذه كلمه عربيه فتش عقلك وارجع وراجع افعالك يعني لما انك صرت محجر فتره فتش عقلك يا اخوي فتش راجع كل واحد يقرا ويطلع يطلع لنا معلومه شوف وين 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 اغراضك اللي ناسيها من زمان وين وين صح افكارنا هي الواقع الذي نعيشه الله 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 درر درر يا جبر درر درر تصدق هذه من يعني كلها مني انا ما هي من الكتاب ادري واضح اصلا واضح من وجهك مع احترامي لفايز بن فالح على العمر على العمر انا الله يعطيه العافيه ولكن ولكن هذه من هذه من الكتب اللي كنت انا ناوي اطبع مثلها ولكن سبقني عليها الله يبيض وجهك يعني وصلك وصلك اللي انت كنت تبي انا كنت ناوي اطبع اني اسوي كتاب مثل الكتاب هذا بنفس العنوان ونفس الصوره اكبر ما تسوي اكبر ما تسوي كتاب ان شاء الله باذن الله باذن الله ان شاء الله عاجل قريب ابى ادشن كتاب دشن هي ما هو بشهله هذا هذا مبين طالع من قناه الواقع المستحيل عيال ركز بالله ايمن اسمع عين فيه عطني شوف انا اعرف الشخص المركز معي بالنظر بس سمع ما 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 ادري يا ولد اسمعك باذن يعني ما اسمع يقول المستحيل كذبه صنعها العاجز المستحيل كذبه صنعها العاجز يا الله يعني لو جيت عند ايمن قلت له بسوي الشيء ذا قال يا رجال ذي ما ادري يحاول يعجزها فهي كذبه يصنعها العاجز ف اللي فهمته يعني اللي فهمته من النص هذا يعني ما في شيء في الحياه هذه مستحيل ما في شيء مستحيل ما في شيء مستحيل مستحيل عذر من ها عذر من العاجز عذر العاجز اي واحد يقول لك مستحيل عندك هدف عندك عاجز. طموح لا تقول مستحيل اشتغل على نفسك وشد حيلك ما وصلت تعال نفسك تلقاو اي ما وصلت الفتره هذه بتوصل الفتره اللي بعدها وباذن الله الامور طيبه والواحد يكون عنده هدف في حياته لا يمشي بس همه انه ياكل يشرب يرقد صح ولا لا قالها قالها سلطان الوهبي قال الشعر ايش ايش كتبته وسوف ايش اكون من كتبته لا احببته احببته وكتبته وباذن الله ساكون من عمالقته من عمالقته باذن الله ان شاء الله ما قال الشاعر يقول شو يقول شو يقول يقول لا صرت ما تطمح ولا عندك احلام ولا تمني النفس في شيء قدام استسمعك هذه حياة البهايم تاكل تنام وتقوم ثم ترجع تنام يا سلام اوله بالله يقول جين يقول لا صرت ما تطمح ولا عندك احلام ها ولا تمني النفس في شيء قدام استسمعك هذه حياة البهايم تاكل تنام وتقوم ثم ترجع تنام لو بعد فيها حكمه يقول ان لم تستطيع تحقيق اهدافك فكن مساعد مساعد اهدافك لا فكنا حارس ضد اهداف الاخرين حلوه الحكمه حلوه حكمه رياضيه هذه طيب انا بعطيكم ارحب ارحب يا ابو سعد انا بعطيكم هنا عباره الواحد يحطها على القافيه ما يهتمونه اطري قهوه بيصير مثقف انا اقرا كتاب واشرب قهوه طيب بعرف الجو طيبه ايش تسمونه انا جو مثقفين عيال ايش تسمونه نباطه طيب دقيقه نطيبه نطيب وانت هذه منطق هو نفسك ايه نفس الاحرف بس احنا نبيطه الطيب هي مكتوب نباطه هي مكتوب نباطي انا ذي الحين اعيش جو مثقفين عيال ابو سعد كنا نتكلم والله هنا كتاب قهوه وكتاب ايه في عبارة لابد نحطها في بالنا دائم ويكون الشخص مستعد لها في اي وقت اللي هي اللي هي لم يسلم من النقد احد صح وافهم يا زوما زوم هم هذه شغلتهم هم هذه شغلتهم يعني حط في بالك انك مهما سويت مهما ابدعت مهما تميزت بيجيك نقد صح النقد فيها فيك فيها بيجيك كرهين بعد والله جابوا فيها اطهر من الرسول لا والله تعرض للنقد تعرض للاذى تعرض الله هذا مثال ان ما يعني ما عنك وعنه لا تقول اني لا جاني نقد اني الحين ما انا اشوف لي ناس من العيال لما شاف انه طلعنا في 24 لما شاف له تعليق في التاج نفس ما عجبه تضايق اخوي انت يتابعونك يتابعونك انواع العقليات الاف مؤلفه يعني تبغان انا لو اني اتابعك شفت لك شيء نقدتك تجلس تتابع كل ما نقد اخوي عادي النقد عادي
والله يا الشخص الذكي لازم شوف الشخص الذكي اللي يشوف النقد اذا انه ترى كنت تعرف النقد نقد حاسد ولا نقد محب ايه تاخذ الشيء اللي يعجبك والشيء اللي ما يعجبك خله كانك ما شفت اما ان النقد هذا بيحطمك وبيخليك مدقر في حياتك لا تبدع ولا تروح ولا تجي فانت ضعيف شخصيه مع احترامي يعني فهمت منك ابو راجح انت تقول لا تجاهل النقد شوف لا تجاهل طالع النقد واخذ منه الفائده واترك اللي ما في فائده بعض النقد ما في كلمات باللغه العربيه بصح بعض النقد يعدل مسارك ممكن كنت في بالك انك تمشي صح وانت غلط ويجيك نقد يعدل مسارك يعني اخذها اخذ النقد الشيء اللي بطريقه ايجابيه بطريقه ايجابيه ولكن الشخص الفطين يعرف النقد الشخص الحاسد نقد الهادف والشخص اللي يبغى لك الهادف ترى الشخص اللي يبغى لك الخير بيكون نقده باسلوب لبق اسلوب جميل بس اني انا ابغى خير بجيب بسبب مقاطعه وحطمك واتوقف أيوة بطل فالشخص اللي لا ظهر راسه في الاعلام بشكل عام خلينا نرجع للغتنا العاميه لان منك ظهرت راسك في الاعلام تحمل ما يجيك ترى بيكثرون حذافك بيجيك كل ما ارتفعت كل ما زادوا ايوه فانت دائم اقل اقل الناجح محارب محارب ولكن الناجح اللي يفهم وفطين اشوف انه مو محارب انه مبدع اخذ اللي يفيده ويترك اللي يعيبه الشخص الاعلام يحتاج ذكاء كان عنده امتلاك للنفس او مصارعه لها مثل ما قال يبقى ضعيف شخصيه اكيد انا لازم اني اتحمل لازم انك تتحملني عشان تستفيد واستفيد اذا جلست انا اقشر بين الناس ما حد بيجي كل ما حد قال لك كلمه تصير منفور ما حد بيحبك ولا حد يبغيك صح على قولة ابن جدلان كثرة التشره والعتب يوجع الراس من جاز لك جزله ومن شان يوجع الراس من جاز لك جزله ومن شان خل خل, خل. والله العظيم انه صادق خلك انت انسان امشي ذا الحياه سو ما يطري في بالك كل شيء الا شيء ينزل من قيمتك او من قدرك شوف لا هذه خلك عليها انت متمسك غيرها امشي في الطريق الصحيح انا اقول استحاله انك تتعرض للنقد الا ان كان الحوش في احد انك تستحق النقد ابد او بيجيك نقد من اناس عقلياتهم ما تتجاوز 12 سنه حتى في بعض الناس عمره 12 سنه والله انه سؤالها ما هي بسالفه عمر يا ابو سعد انا اتكلم اقول تقول ان عقله عقل 12 سنه في ايه؟ واقول لك ايضا خالفت انه في بعض الناس عمره 12 سنه يا سؤال اللي عمره 40 سنه صدقت ني يقول لك يعني زبدة الهرج اخذ اللي يفيدك اترك اللي ما يفيدك مهما اعطيت من الحكم الشخص مو ماشي الا على الهواء لا لا تتعبنها لا بالعكس هذا الشخص لا شوف وجهة نظر نظري تحترم الله يرضى عليك تحترم ولكن انت تقول انت تتكلم باللغة العامية انت ها انت تتكلم باللغة العامية باللغة العامية هذا وجهة نظرك انت وجهة نظرك فانا اشوف وجهه نظرك غلط انت لو تجي تنتقدني في شيء انا كنت غلطان فيه بعد المسار اكيد موضوعنا النقد على النقد مو النقد نتكلم هنا في الكتاب انت اول شيء طالع في الشخص احنا اللي نتكلم في كتاب شوف نجاحات شوف العمر وفيه ذهبيات بعد كل صفحتين ما جاك كتاب يا ابو غويزي هاك الا والله جاني هديه ايه فهنا في ذهبيات اللي هي عبارات جميله انا كتابي وين يقول هنا الفرص كتب هناك يقول هنا الكتاب يقول هنا يا شباب سلطان أنا عليك الكتب هناك ناخذها يقول الفرص حولنا كثير ولكن يجب علينا ان نبحث عنها ونسعى اليها فالفرص لك واجد صح سواء في البرنامج برا البرنامج الشخص اللي عنده هدف وعنده طموح والله فرص له واجد ولكن انت تبقى لك بس ايش تحرك شو تسعى لها يا اخي الذهبيات دي حلوه اللي تجي نهايه الذهبيات هي اللي انا اشوف نسبتها اكثر وفي عندك الشاعر عوض بن شفلوت انا والله ماني حافظ قصيدته كامله لكن يقول الفرصه السانحه الفرصه السانحه بادر لها لا تفوت وان كان فاتت فلا ولا يزين السكوت ولا يزين الكلام الا يزين السكوت الفرصه السانحه بادر لها لا تفوت وان كان فاتت فلا تطرد وراء الفايتة ولا يزين الكلام إلا يزين السكوت ألهم إنه مدري شو يقول مع هايت آيتة شو يقول هنيا طيب من هو الذكي يا جماعة والله أتوقع في الفرص ها
الذكي في الفرص. هاي تركي الذكي في الفرص اللي استغلها. واحد حلو. ايمن الذكي بالفرص. اي طيب بقول لكم العباره هنا المنتج يقول المنتج. الذكي الذكي من يستغل الفرصه والاذكى من يصنعها. يعني الذكي اللي مثلا جت فرصه استغلها. تبين طلع ذكي ولا لا؟ ذكي بس انا ولكن الاذكى اللي يصنع الفرصه. يعني لجت فرصه مثلا ما لقيت لك فرصه تصنع لك فرصه بس الفرصه تصنعها بطريقه حلوه مو بتصنعها. اقول ابو سعد تحقيق الاحلام ومعافك صدوف الطريق. إيك تبغي عكف شارب يكعم زمل العائله. الله هل لا صرت ما توصل مرادك عقب نش فريق ما فيه لذة نجاح ولا طعم طايلة عقب التعب يفرج الله كل هم من وضيق ونفرح عقب ما لمحنا نجمة القايل. أنا أشهد بالله نفرح عقب ما لمحنا نجمة القايل. أصر ما توصل مرادك عقب نش فريق ما فيه لذة نجاح ولا طعم طايل. أصر تصل باردهم برد. أي شوف ما لها طعم زين لمنك عافك تمعافك تمقول تمرح لابد مصلته المعافك لابد منه ما في شيء يجيك بالسهوله. تدري شنو احلى شيء بالنجاح؟ معافك لذه النجاح لما انك قبل لا توصل قبل اي رحلتك للنجاح هذه هي يوم توصل تذكرها خلاص وصلت للنجاح خلاص. لا والله لذه لما انك وصلت للنجاح والتفت ورا وذكرت انك عانيت وتعبت. احلى شيء بالنجاح الرحله وقمت وشلت حلمت. يا اخي انا احس اني روحي حكيم بس ما ادري شلون. انت نستخدم من كلامك حكمه بس ما بعد ارتب عبد الله. الله يكثر من امثالك اللي يمدحوني خليك معي. شنو قهوه؟ طيب من الفرص حلو. من الفرص يا عيال يقول من الفرص يقول من الفرص ما قد يتكرر كل يوم ومنها كل شهر ومنها كل سنه ومنها من يكون نادر الحدوث. يعني في فرص ممكن إيه ومنها في فرص ممكن تكرر في اليوم عندنا هي اكثر من 10 مرات. وفي فرص تتكرر في الشهر مرة مثل المناسبات اللي تجينا في البرنامج. وفي فرص اللي تجيك كل سنة. وفي فرص نادرة الحدوث. فالذكي اللي يتغنم الفرصة. طيب هنا يقول كثير من الفرص ما يضيع بكثرة التفكير أو التردد. التردد. النجاح تردد. لا تردد في اي شيء احيانا ترد انت تقول ايه اللي هو الحياوي الشخص لا غير هذا كل خل الحياة لا فرض التردد فرض الحين اجي ومثلا اعرض لك محل ايه اقول لك في محل فلاني ترى فيه كذا وكذا وكذا وهي تكون فرصه لك انت تجي تردد سلام عليكم السلام فانت تتردد لا أم لا وتشاور كذا واحد هنا راحت عليك فرصة أنت ما استغليت راحت خلاص انتهت صح فهنا انتهت ف... خسرت شيء بتردد إيه التردد هو اللي يضيع منك فرص واجد. هنا يقول لك في عبارة في كتاب ذهبيات كتاب في كتاب ذهبيات يقول هنا يقول كثير من الفرص إيش أنت ما يضيع لكثرة التفكير والتردد. كثرة التفكير والتردد يعني يمرك فرص واجد ولكن تاخذ وقت طويل وانت تفكر فيها وتروح تردد يعني في فرص تجيك تتردد وتروح عليك الفرصه. فعدو الفرص دائما التردد والتفكير. لا جتك الفرصه لا تفوتك ابد استغلها. اي ولا تتردد لا صار شيء ينفعك لا تتردد. في شخص تاجر حلو بدون ذكر اسمه يعني لو ذكر اسمه معروف جاء سؤال قال لي كيف كونت ثروتك هذه؟ قال استغل الفرص. قال شلون تستغل الفرص؟ طلع دفتر شيكات من جيبه قال اكتب المبلغ اللي تبيه. المذيع استحى قال لا معلش قال انا استغل الفرص زي كنت ما استغليت الفرصه رجع اخذ محظك الردي. اوه والله ذكي هذا. اوه شفتها عرفت منه؟ الفرصه مره يعني المذيع لو جاء وكتب المبلغ اللي يبيه اخذه يعني اعطاه شيك مفتوح. بس انه خلاه يفكر ليش وش معنى اعطاني شيكات حطها في حيره. فتح عقلك والله صدق. في قصه تركي عن الفرص. هذا اخوان اثنين. طيب واحد إيه؟ تاجر اخوان اسلم يا ابو حجرهم غصب صلاه.
اسلم. واذا ما بيعقل ينفتح. لازم انك تدرب على المفتاح. حتى القهوه ما نفعت فيه. ما افخم الشركات. خلصت سلطان. يلا سلطان الله يعينك يا سلطان. اي في اثنين في تاجر هم اخوان اثنين واحد تاجر بتطول. لا طيب بلا كمل حجر ورقه. من وين؟ دانا 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 اسلم اسلم يا هم اثنين اخوان واحد تاجر واحد فقير جدا وكل من جت تاجر ذا قام يلغي عليه انت ما فيك خير انت ما انت برجال شلون تخلي اخيك في ذا الحاله سيارته قرنبع وبيته متكسر المهم انه استحى قال يا اخوان انا اعرف اخي مقرود حظ لو اعطيه دراهم راح لو اعطيه عيوني ما نفعته قال شلون قال انا بتاكد لكم ويعزمهم كلهم في نفس استراحه قال مو انت تقول اني انا ما اعطي اخي واني مقصر عليه قال لي قال عشان اكد لكم ان اخي منحوس مقرود حظ يحذف 100,000 عند الباب يكلم اخي قال ولد احنا بنربع في الاستراحه حياك قال راجعك يبطل عليهم قال عندي تحدي قال وش قال تحداني اجيكم اعمى ويجي مسكر عيني ليه وصل عندهم هم 100,000 فرق ايوه هذا مكسر من تحت يا ها قال شفتوا عشان ثاني مره تصدقوني مقروض حظ فبعض الناس عين التاجر واخيه بعض اخيه مقروض حظ الرجال والله انه مقروض حظ ما اعطيته انت ما فيك خير لا 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 بعضهم يعطيه ما ادري ايش يسوي فيها علي علي كذا مره تجاهه وفشل انا طالبك تحطها في ناس في ناس الحين يحاول مره مرتين ثلاثه اربعه هاك خذ مجاني بوجهك كيف حصان انا اسولف انا اسولف اسلم انت تسولف لا نصيحه بقول طيب يلا مو نصيحه في ناس يبي يشارك بس يبي هو يحب المشاركة اسمه الحظ وما الحظ هو التاجر وده انه يدخل بالتجارة وده 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 لكن تردد يقول حظي ردي وانا ما صار لي وما ادري وش يعذب عمره بقى السلبيات يحط العذاب يحاول مرة ومرتين وثلاث ولا تنجح معه ويتركها يسحب عليها صارت معي ويش حياته مدهور مدهور مثل صارت معنا اسلم اي والله والله اني ابغاك تسلسل والله كل ما دقها عوجه طيب انا ابغاك والله اني ابغاها والله كنت اقولها وابوي يزعل يعصب مني لا تقولها حظك انت تصلي ما تصلي ما ادري ويش ما كلام عقب قام الحظ فيني الصراحه كلنا مقصرين فيها عدلت وضعك عاد عدلت وضعي ايه ان شاء الله لازم اكيد كل ما دقيتها عوجه هذا صوره والله العظيم يا ريجي كان كل يقول رجال فيني سمحت وانعواج هذه على الحرم بس اسلم كل ما دقيتها عوج حتى على سمي رسم دخلتها لدرجه انه طلع من حسابه وقفل الدرهم راحتني راحت ابي اي شيء يترد حظي كيف لقيت الحل ما كنت اقول انا ما اتعلم ما تحافظ لا ما تحظ لا قبل والله انا مقروض كنت سلبي طيب تدري ايش يقولون الله تدري ايش يقول نواف تدري ربي ايش يقول انا عدلتها من السلبيه للايجابيه بس انا اركز ببعض الناس ما تعدلت تفاعل وهرجك دقيقه وهرجك على متى ما اكثر الناس الحين اللي قده بيسافر ولا بيشتري شغله ولا انا سوف التجاره انا ادري راح اعلم الناس كلهم الله ما يسمح امره اي بيضرب هذا كنياك فيسوي الله يقول اقضوا مو والله الرسول الرسول عليه الصلاه والسلام اقضوا حوايجكم بالكتمه اكتب بقولها فاذا قلت لك تسوي شيء سد حلقك عشان ربي ييسر امورك مو ما اقدر ما اقدر انا بعد ما اقدر نواف يوم يقول التحلطم والتحلطم بس طلعت هذه نواف يوم يقول التحلطم والتحلطم ترى سبحان الله الاقدار مربوط القدر مربوط باللسان يعني ما تنطق بلسانك القدر مركب منطق حلو يعني الان انت تفكر انك هذا قراده انت تفكر انك انت مقرود انت بتعيش انسان مقرود انت تفكر انك انت انسان ناجح انت بتصير انسان ناجح حط براسك هدف واسعى له والله راح توصل له بعد كم سنه انت تفكر نفسك انك ثري تبي يجي يوم من الايام بتصير ثري تبي تفكر انك فقير تبي تصير ثري افقر الفقير ارجع القراده لاحقني كلام مكتوب لا شوف الكلام هذا مو حلو تدري خوار يا اسلم انا اسلم عارفين بالقراده نعم ف لحقتني منها شوي ما هي شوي الا واجد شوي والله انت تربخ طيب ها تقول نواف عدلت وضعك يعني فالسلبيه قمت اكتم ما عدت اعلم احد قمت اعلم احد يعني الصامت يود على اشياء بسيطه على اشياء بسيطه ما تسوى يعني اللي سولفت
قال لي موعد موعد اسرع ابتسامتي قعدت سنه عشان اركب ابتسامه اروح اقول عندي موعد يوم فلاني يصير لي بلاء ما اجي الموعد هذا على اي شيء يعني اشياء لي انا لي فايده ما تضبط يوسف تكتب زاد الطين بله كنا تمور الا في واحده هنا يبي يسمع السوالف والتخطيطات دور شف شف طلع البحر والله انه صادق وفي بعض الامور في بعض الامور تاخير الصلاه ايوه اذا تاخرت صلاتك اخرت حياتك والله يا رجيل انا من النوع اللي ينقال كنت اخر الصلاه كلنا مقصرين اصلي الظهر مع العشاء واجمعها نوم واشياء واجد يعني كنا في طيش وجهل ومن وين ما رحت لكت في وجهي والله يا رجيل الله يجزى الشيخ بدر المشاري مسي عليه بالخير انا ما اعرف لكن شفت له مقطع وتكلم والله يا رجيل ان بعد الكلام اللي سمعته اثر فيك اثر في ذكرني فيه صرت الصلاه بدر المشاري ذكرني فيه على وقتها صح اني اخر تاخير بسيط لا اقوم اصلي والله يا رجيل كل ما رحت لاي امر من امور الدنيا انا انفتحت في وجهي على طول حلو جيت كانت عندي اشغال في الدوائر الحكوميه خلصتها وانجزتها صار عندي في الدراسه اشياء وعوضني ربي بذا البرنامج صارت عندي اشياء واجد ولله الحمد والشكر تفتحت تستحق الحمد سبحانه فالشخص كل ما تاخر عن الصلاه عن اي شيء يتاخر اي امر من امور الدنيا اي والله في عباره حطوها في بالكم دائما المستحيل كذبه صنعها العاجز ستبقى تائها حتى تصلي من جعل الله اولى اولوياته ورتب من اللي قراها انا قاعد اتكلم عن ربي سبك الله ستبقى تائها حتى تصلي تراك مشتت في امور لا المستحيل كذبه صنعها العاجز وش قال ايش اقرا عاجز اقرا بقر مو لازم المستحيل كذبه صنعها العاجز هذا العاجز ذا دائما هو اللي يقول يا اخي انا مستحيل 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 من اليوم نسولف فيها صدق مستحيل اقراها وعلم فيها تجيني تحت البس هذا نوعيه اللي اعجبته المقطع هذا الفاشل اسمع عرف العمق اسمع انت وياه 30 ثانيه بس انسلم في شخص جاء من امريكا خلص الماجستير يعني من الطبيعي انه بيدخل في اي شيء لو ما قلت 30 ثانية ما أعطوني فرصة. المهم الشخص هذا واحد يعلمني بقصته يقول جاء من أمريكا يقول أخذت شهرين ثلاثة شهورين يدور وظيفة ما حصل. يقول يوم من الأيام كان يدور وظيفة لقى شركة كاتبة إعلان إنه نحتاج أجهزة كهربائية الشركات تبغى أجهزة كهربائية. راح دخل عند الشركة هذه قال السلام عليكم معكم فلان أنا مندوب بالشركة الفلانية بوفر لكم الأجهزة وهذا رقمي وهذا. فراح للشركة حقت الأجهزة الكهربائية قال أنا مندوب الشركة الفلانية إحنا محتاجين أجهزة كهربائية كذا وكذا وكذا وكذا. أخذ منهم قالوا إيش تحتاجون إيش تبون كم الكمية وكم. فيوم راح لهم للشركة حقت الأجهزة الكهربائية قال أنا من الشركة الفلانية ومحتاجين أجهزة بقيمة كذا وكذا وعددها كذا وكذا. قالوا تم سوي اجتماع مع الطرفين من البكرة تبايع وخلصوا وأخذ هو 300,000 كذا وأنا الشركة كذا هو مر بس الشارع من في الشارع بس 300,000 رزقك يجيك لو أنك تحترم يعني هذا اليوم يقول المستحيل كذبة صنعها العاجز سبحان الله رزقه يلحقه إيه والله هاي مو رزقه وذكاء يعني أنت دائما تعد إعلانات ذولا فاضيين تروح تتوقع حظك بيجي من الحظ يعني ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن أنا أخن انا 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 مزاين بدا نواف مزاين بدا تاريخ كم يبدا مزاين 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 يبدا 18/7 اهلا المشاهد والوعد صدر المنصات اي خلاص على كل حال ايش ما ادري ايش هذا خلي كمل نواف اسمع خلي كمل وجهه نظر اسمع ها لا 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 ما حد يعرفه ما
ما حد يعرفنا؟ ما حد يعرف يا ولد. ليه طلعنا 24 محل؟ طلعنا في 24 معرفون. اه والله 24 رجال في قهوه ما حد عرف. والله معرفون الا بكوفي. انا اصلا عزوز ما حد يعرفني. جاهل العسكري. اسمي علي. علي ايش تبي تصلى؟ تقول اذا صرنا مشاهير؟ عسكري طلع من الدره. اي عرفت. في واحد جاها اصلا قال لنا ايش تبي؟ ترى يقول كل واحد يشتري فرديه. سمعتوا؟ وشو؟ حلو نجمعها. انا هالها من قديم ومن جديد. اسمع اسمع انا هالها من قديم ومن جديد. فرديه رد ما حد عنك. اسمع نجمعها ونخليها منقيه. ايش نسويها؟ ها الجنتليات. الجنتليات اي ونخلي عليها اجله بنفسجي. يا عمري والرخ الابيض. الله الله ومتاكدين احنا بنوصل الاول وبناخذ الاول. جنتل هام عدن بالجنتل هام عدن. ورشيد ورشيد الرحل والله يجي لازم ونكون سمعتنا. حنا اقوياء ابهرنا اعمارنا في هذه النسخه. لازم لا طلعنا كذاب مالك 38 يوم وانت وانت لك 10 ايام جاي يعني 10 ايام وانت عبد العزيز بعد نبرر قناه الواقع. لازم نبرر المهرجان. ايش تبي شخت هذا يلبل. اي والله يا ريدي اه والله الدور هم طير حمران النواظر ونعم اه بجرب ساعاتك من قديم ومن جديد. ايش 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 اسمه جبل النار والغايب حضر. جبل النار والغايب حضر. جبل النار انا ساعطين راسي تعورني. والله اذا حد قال لي طلعوا انا بسرعه خلنا سنم سنم اه يا قلعك يا ما تطنع انت ما ابتنا يا ولد والله انت معاه اهني راس اهلك توصل عدم تحديد الاهداف يرجع لامرين. عين احس انه يستعبد. لا عاد عينه صغيره. عينه صغيره ما شاء الله عليه. اما الجهل او هي ترى تروع بلاك ببلاك هذا بلاك. اقسم بالله العين تروح كيف تلقائي انت. عين تبصر عين تبصر ويدك صر من شبر وانا وجهي سموح. ابتلاك الله من عنده بعدك الله يا الحظ. هبت النار والغايب حضر. هبت النار والغايب نارنا نار حمرانا النواظر. نارنا نار حمرانا شبت النار والغايب حضر. عيني بتروح لها شبت عيني تبقى ايه نبيها تبقى يا وشي على الصامت ايش كم مثل طفش شي فاشل دعس رجل النواب يا طيبة يا طيبة لا 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 بيقول ذيك بعدين اوتسايد روح نضج ما يستحق. لا بس لا تسوي على ذي يا اخي هذا القبيح الطول طول انخرف عقل عقل اسخر يا امرك طويل يا ابو عقال انا حبنبك وما يسهل سبحان الله ميز الله الانسان بالعقل. ها ميز الله الانسان بالعقل في ذمك ها مقصوده يا علي الله سيسي نواف عقال جابر لا جلس ما جلس ما ابغى اقول له هي ومن النقص ان تستخدمه بالطريقه الخاطئه صحيح قل اسمه سمعت علي ما قل اسمه رد من ورا التريلر لا ما قد قل اسمه قل ما نكرك دروس بعدين علي سفير وقف هذا كتاب اسمع لا لا هذا كتاب اسمع طفري يلا ريحي كتاب هل 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 بيلدغ ذا لازم تعطيها وقار هذا من اللي بيلدغ ذي اي والله انا استاذ الحين البارحه هو حاطني مسح الله اروح ايش العب حقنيه عين ولا يدك سوري سوي يدك عوض عوض يا مرحبا يا ابداع حبيبي الله يكرمك يعني وش يا الربع ما في نسمه ذا اليوم يا نسمه وينها بار ما وين راحت ما ادري والله انا اسمي روعه لا تروح لا تروح انت كلمات والله بتروح ليه ابدا اخبر روعه علي من جد طلع جميع كلمات حتى كلمات اللي قلت فيها طلع على البث على البث والله
امدح والله امدح امدح والله امدح وابدع والله ابدع ابدع والله ابدع مبدع والله ابدع وابدع والله ابدع ابدع خلاص 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 لا 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 أوجعتك خلاص لك المفاصل أوجعتك رب عينك أبو هتام جنوبي الماجد جنوبي وش يسميها؟ كذا كذا تجي في حركة عندي حلو ناظر سيدة ثم ناظر بعض وإحنا ما ابتسامنا حلو خلع على الجنوب ناظر سيدة ثم ناظر بعض وما نبتسم ثم إذا شف جف عيننا بعيننا نبتسم يبا تسميم هو علمني علمني نظامك علمني في المصلى المصلى علمني والله علمني يلا 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 واحد اثنين ثلاثة عيني فيه عيني لا تبتسم خفيف اول شيء كذا بدون ابتسام اذا نظرت جت عيني بعينك ابتسم يلا واحد اثنين ثلاثة قال اسدت له واحدة انت ما تقول قبل شيء الله يميز الانسان بالعقل تعال تعال لا تعال زين 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 دقيقة بسوي انا منوف وجهك يضحك دقيقة اصبر لا تضحك ناظر سيد بدون ضحك لا تضحك لو قلت عيني عيني تصل لا عنك ذكرت ابراهيم يلا ضحك ليه لا تضحك وجهه يضحك لا تضحك لا تضحك والله ابعد واحد واحد اثنين ثلاثة هم يب اضحكوا اضحكوا شو 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 واحد اثنين ثلاثة نظرة شايب واصل واحد اثنين ثلاثة يا كل واحد شنو انضغط يا شيخ ايش تتمن وجهه ودره زنوبه ستوب انا احب الكتب بالعيال ترى الكلمه دي مي بزينه كلمه زنوبه يا ريجل شوف 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 فقط شوف شوف مكتوب زنوبه شوف مخطي عز الله صاحب الكتاب مخطي لا 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 مخطي شوف ها اقرا الكلمه هذا مخطي اللي كاتب زنوبه ما يحترمش دله والله صدق يا اخوي زنوبه ترى حذروا عندها لانها تنسب الاسم لا لا والله صدق والله ما عندي علم صراحه شوف هي اعتقد انها ثقافات يعني تختلف انا سمعتها من شيخ قال لي كنت قلتها قدامه وقال لي لا غلط اذا انه شيخ اي والله شيخ وش اذا انه شيخ والله العظيم اول مره اسمع المعلومه وانا قلتها نطقا قبل شوي لاني قريت هنا شوف هي توقع انها تنطق شبشب الافضل لا نعان تختلف الله يصلح ممكن اشوف ممكن هذا تفكير يعني كان هذا هو مثل ذي مثل ذي هذا شو اسمه يا زنانيب يا دين الهوى ما يفيد الغاب لا لا مسكين مسكين من قد بدا وينك رايح؟ لا 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 انت دخلت كذا تحطنا في الجريمه روح شاركنا شاركنا يا وخ شاركنا هاي هاي اطلع اطلع صورك على وجهي قطع يا عيون اختلفت يا عيال عيون اختلفت يا رغمة يا غريب حسن العربي ليه حرام عليك والله حرام عليك والله حرام حرام عليك تكفى ترى ما دان البساس بس بطلعه حرام 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 خلاص بك الباب وبي يشوف الباب مفكوك ويطلع هش 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 وطابي قطع وجه يا اخي روح الله يرحم والديك اضربه تعال تعال
شرفنا مع سويدي. انا من معك مجلس، انا معك مجلس. الله حطك، والله حطك. وش؟ فيكم تعال ايش في؟ نظروا تحت، نظروا تحت. ايش في؟ ايش في سويدي؟ سويدي هذا يلا ايش بلا؟ نبي نطلع بس تطلع وش هذا هنا؟ بحط عند ماجد انا فكني شرك تقلبها 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 تكفى يا ايمن أعلم. تكفى يا ايمن اعلمك يوم انك تفل منها اقط وليه سكت خلوه اطلع خلوه نبغى نطلع احنا نفتح الباب تكفى يا ايمن تكفى 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 والله ما حد والله حس قسم يا اخي اطلع على رحم والدك ما اقدر فكينا الباب خلاص اطلع خلاص اطلع لا لا يا ابني يا اطلع هرجع المصا هذي انا رجلي رجلي شد شد اولي في رجلي راح يا كنت انت ما انت مقطوع ضغراط وش اسمه ضغراط اسمه ضغراط بديت اسعود والله العظيم تروى من جدة والله اني ارتعت ايمن طلع بما انك خبير بصاص ها هذا سألتيني يركض في المساء ما يخاف منك ايمن خلينا نخرج تكفى مو سعود جبنا عالي تكفى جبنا عالي ما لعب ايش تسوون طلعت سعود سعود تكفى اعطني حذياني وين روح خذ انت تكفى سعود لا ما في تكفى يا اخي طلع الله يرحم والدك ترك تعبتنا يو يا غبي يا غبي اطلع اطلع ما حد يهمك ها طلع خلنا نوخر الكنب خلنا نوخر الكنب قلبي عون الله يشتعلك وياخذك قسم بالله نبضاتي على وجهك يا ايمن نو هاي تحرك ايه معي ايه انا جيت بس ادوي يا ربع ادوي لا لا ارفع يا سويدي انت تكفى اطلع يا عيال كمل طلع طلع يا اخي كيف يطلع المشكله عندي ما مدني يا امك والله تكفى طلع لنا يا سعود امسك ذيله امسك ذيله ما امسك ذيله يا غبي روح اطلع اهلا ويلك ويلك تكفى يا ايمن استقويت عليه استقويت عليه الحين ولا قبل شوي ما تجي ارفع 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 لعن الله ابو ابليس سعودي 29 عام ضاعت وانا الله يرحم والديك امتنوا الحذيان ما نبغاه اعطوني حذوتي حذوتي ليه قالوا لي خير انت حذو لا وين حذياني يمشي على كذا ولا حد يقول لي شيء اضيع على مجردي اهلي واللي تعرض لايمن وعبد العزيز مغيري عبد العزيز مغيري عيال عيال شباب وسعود المكاحلة 38 يوم سفير سفير ويش سفير شلون
لقد في شيء احنا ما درينا كنا لقد الناس مبادئ احنا ما درينا بص ارحبوا ايش بص ايه بص شوف يا ولد اعطني صدى اعطني صدى بص وين يبعطني صدى الحق دي مش كويسة خلي اعطني صدى انا ما دريت صوتي ومايك شغالهم شغال والذي خلقك وخلقني اسكت ليس السر بالسماوات لكنه بالمرء كيف يعيش يا ليل المثقف ذاينا سباتي شباتي كرك ها اثبت اثبت يعني ارقد حتى يا الله يا ربي ربا ولد انت في مايك شيء في مايكاتكم شيء اصبحت طالع عمر لان يمت النهار لا اضيع ارحب يا سعد ارحب انت تروح في من اها فقال بيتين ما في شيء دقائق وثواني فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني تكفن 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 ما عندي محتوى بدور محتوى يا لي 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 لا طيب اجلس هنا وش ما في صور في حروف هنا حروف هنا يعلمك اللي ما يعرف يقرأ يقرأ حرف الدال وش يعني حرف الداء تبون كلمات من ذهب يا رجال عيال كل تكفى 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 دقيقة يا سلام كل شيء اخي اسمعوني خليني اقول المثقف ما 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 نبي الكتاب هذا وش اسمه كلمات تراثيه صح ولا لا اسمع كل شيء ايمن عند من دقيقه بعد اذنك والله بس كلمه واحده نعم ترى تتكلم وتقاطعني تقاطعني تقاطعني ما عليه تحملني محافظه زلفي اي من محافظه زلفي ايمن يعني تعرف كلمات من محافظه زلفي ما ادري عطني طيب حرف الذاء انا بدأت الصفحه حرف الذاء ذلول لا بس بس الكلمة مو بكويسة اقرا اول كلمة على اليمين لا كسب العلمي او اسمه حراق ولا حراق كلمة دروق اسمع وهذه كلمة صفة عن الشخص لا لا دروق دروق بمعنى خواف دقيقة اي دروق بمعنى خواف اسمع ها هذا كتاب دروق بمعنى الخواف يا اخي هذه الكلمة صفة عن الشخص الذي يخاف كثيرا من أي شيء سواء من السير ليلا أو حتى نهارا في أي مكان وأيضا ممكن تطلق على الشخص الذي يخاف من الحديث مع فلان كيف أو لا يستطيع البت في أي مكان كيفكم اللي بيخاصم كيفه اللي بيقول كلمة سيئة كيفه يا حبيبي مكتوبة أنا ما أعرف تعرفون إيش معنى الأثر إني أترك الشخص أثر أو في مجتمع أثر يقول لك الأثر هو ثروة أيمن لو سمحت 10 ثواني 10 ثواني 10 ثواني 10 ثواني ايمن 10 ثواني يعني زايد دقيقه 10 دقيقه 10 ثواني دقيقه 10 ثواني يلا يلا ما عليك تكون تكون يلا يلا قل لا 10 يلا قمنا خلوه يقرا يستر عليك خلاص خلاص الاثر هو تكفى يا ايمن يا ايمن الله يشغل والله خلصت تكفى بقول عندي عندي حكم لكم من الجمهور ما نبي ما نبي جمهور لا لا ما حد يبي ما حد يبي ما حد يبي برنامج واقعي تجي تعطينا ما نبي ما نبي تدرون قبل ادخل البرنامج ايش كنت اقول؟ اقول يا رب اني ما اكون مضطهد تكفون يا عيال ما ابي اكون مضطهد علي جنتل تكفى طيب شو شايدك؟ سكتهم خليها هذي يا شكرا يا شباب حرسين كلمة والله لا ايش غم والله من لا 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 عزوز ايه يا اخي هذه احسن من كتابك والله كتابك يا جنتل انا حاشم يلا حسبي الله على العدو سعود عبد الله مسعود كلب علي هادي يه والله سماج قبل لا تنكب ابو هادي بالله ما نبغى جلسة يا سعود الله يشفاك والله ما نبي احنا قرينا لان قلنا بس اصبر اصبر ايمن ايمن ترى شو العلوم والاخبار انا احب الطقطقه والفلح سعود والله ناس سعود لا خلص عزيز ولا اسلم اسلم خلوا مايد النبي يقول لك الكلمه دي اسلم انت تبغى بالجد عاد اسلم يا بالجد بالجد تبغى بالجد ولا استهبال والله تبي جد عم الخال مو بالجد ابو نايف اجل خلك على ثقافتك طلعت سامج الاثر اسلم اسلم وين رحتوا ذاك اليوم والله عيال ذاك اليوم اقول لكم تبي تروح تقرا تقدر تقرا حق هناك مو غصب مو غصب مو غصب نسمعك مو غصب نسمعك يا حبيبي يا عيال يا ولد مو غصب نسمعك انا 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 عشان 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 تحب الثقافه الله مو غصب نسمعك الله عشان عشان الوالد الله يا بعد اقول لها لو سمحت قل لها لو تكرمت قل لها لو تكرمت قل لها يلا لو تكرمت قل لها يلا لو تكرمت ابو نايف انا قلت قل لها لا اله الا الله ولد يعني احنا انا غصب اسمعك
مو غصب اسمعني بس انصت انصت خلي بالك سعود ها يلا لا 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 من بعد رايي تسمع انت بتسمع بكل قوه تبي تسمع اي اي انا لا تبي تسمع لا روح اطلع برا قرفه سعود بيسمع كلها تكفي يا ابو يا اخي الله يشتغلك انت وياه ما ابغى الا ثروه هو ثروه انت تتركها لمن بعدك ليصير لك خيرات يا الله يشتغل سويت رحت له رحت له صب له ترى ما هو رحت له رحت له صب له رحت له صب له يعني انت امي شنو امي الاثر هو التاثير في القلوب او العقول او الفنون الربع عندنا لا يضيف اياما الى حياتك فقط لا يضيف حياه الى ايامك عندكم استهبال وطقطقه قرر تحتك طيب عندك لعبه قرر هذه عندك لعبه اسلم خمس لك عندي لعبه لعبه سعدي سبت الاحد من جسمه هذه هذه اسرع واحد لا لا الجمعه الجمعه لا لا اقول انت عز الناس عندي والله انك عزيز بعد عندي لكن يا ولد خل ماشي هدا ما تمشي تراها حلوه ما تمشي تراها حلوه ما تمشي حلوه طيب ها سلم 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 لا 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 هذه فعاليه انت تاخر لا لا خلاص والله ما تفرح ذا سعود 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 ولد خلاص خلاص الله يشتاقلك جعلها عافيه جعلها عافية ترى يقول هذا عشان تنصت له عبد الله مسعود هات كيف اللعبة ما سمعت شوف كذا يمين يسار لا تطق اول شيء انت والوقت يلا يلا اخلص تمام 18 لا ما تجي هنا ما تجي حلو كيفك طير انت قاعد هنا تعال تعال يا ابو تعال ولا تعال قول قول روح عني وراك بس ما حد يبيك ما حد يبيك رحب الله لا يبلع والله انك الشيخ ولد الشيخ ما راح ما راح يا ولد يا ولد يبيك يبيك يا ابو عقاب احنا نبغاك مقطع حق احنا نبغى الاستهبال والطقطقه والفله الرجال ذا مثقف هو اللي عجبه الطقطقه لا هو اللي يقول يا ولد انزل الله النوز حجيح كفون حمار بعض الاحيان مشينا تعالوا شباب جزا الله الانسان بالعقل ابو روح اخذ لفه من النقص اقعد استخدامه طريقه الخاطئ اخذ لفه يا ابو مهاره تحتاج الى تدريب كأي مهارة أخرى. سعود تشتكي وتقعد عنده. لا يعني احترام المتخصص. ها؟ تشتكي وتقعد عنده. وش تداني؟ أنا ما لوم زوم يوم جابوك ذاك اليوم لا شفت الشاعر والمرشد قمت وخليتهم. منهم الشاعر والمرشد؟ الله ياخذ عنده. ما لوم زوم يا مرشد. جاب راسه. جاب راسه. خشمك. انت نفسهم ما عندك اي محتوى نفسهم فاشل نفسهم ولا نفس المنشدين فاشل نفسهم ولا نفس المنشدين والشعار نفس المنشدين والشعار وزوم اسمح لي يا ابو عقاب الرجال ذا فاشل نعم الفشل احدى خطوات النجاح يا المثقف احد لا بلا مو خطوات النجاح والله ان الفشل احد اسباب النجاح على كيف ولو لم تفشل لم تصل للنجاح لا 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 الشخص هذا كان فاشل ترى في احد الايام منو انت اليوم انظروا إليه صاحب الأكثر جماهيرية صاحب النجاح المبهر جاب راسك كم كان جاب راسك أبو عقاب لأني أفشل بس ولا هذا 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 من المثل اللي قلته فاشل فاشل يموت وحي هو فاشل أنت والله العظيم من أي واحد يسمع الباب أي واحد ناجح ناجح كفو 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 جايزو أنت أنت معنى النجاح حصيني والله العظيم عظيم ما عاد عرفنا هذا عظيم معي يا رب منافق من لا تدقق من اكبر جربوع بحياتي شفته انا عبد الله مسعود اكبر جربوع كلمه المنافق كلمه المنافق كلمه المنافق خطا ولا تقال لاخيك المسلم انا اقول ماجد غلطه ماجد غلطه ما يبي ما يبي واحد اثنين لو سمحت لو سمحت وتحمل ما انا ما اخطيت عليك ما قلت لك منافق ما قلت لا 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 يسبه ما تسب ما يسب نفسه صح القم سمعت انا ما بتم سمعت ام لك قلت لي قلت ليمون صح شوف الحين ليمون شو يسوي فيك اقطع علي شوف تلحقني انا واخواني وهي عمي تضحك ليه تضحك اضحك معك انا لا هم جنون يا ادم مختل انا اقول هذا هو راس مالي هذا الحياه اللي ما اقدر اعيش من دونها الله ما فيك ذمك لا هذا راس مالي هذا الحياه اللي تسوي شيء ابو عقاب ابو عقاب مو صح ابو عقاب بسم الله انا قلتها من بدايه البرنامج في رضخه على الاقل صح يا ابو نايف يا ويلة قدرة قدرة في حاجة أتمناها من ماجد سم أنك ما تمدحني
ممدحك ما تحتك بحولك يا اسمع ويكفي انك سبيعي ما هو رجال رجال طلق ما تحتني مدح ولا مدح احد عز الله انك صدقت شوفها معي جيت اطلع عمرك طويل دائما الشيء اللي بيد غيري كذا ما انقدر اطلع حد ششت يعني من تصير على جو ما ادري لانك فاشل لانك ما ادري ايش يقول من هو انت انت اللي اقولها لك لا ابو عقاب يا اخي العلماء وكبار المدح عندكم لعبه مروا في نفس حالتك ترى عندي دعم جابوا الدعم والله العظيم من 4 كاس او 5 كاس كلهم الله يذكر الله يرجعك ضيف الله بالخير لا نعلم والله العظيم من اللي يعلم الله سبحانه وتعالى لكن انت راضي عن نفسك هذا وقت والله اذا ما جبت هذا الحين والله الحمد لله مشكله هنا تشتغل انا شبيب حيث انه هو منك الله يذكر ضيف الله بالخير ايش رايك خطرني والله راح احط له نص حط دم تحب الله يشتالك الله يمنعك لا والله هنا عم بيجي والله ونعم بضيف الله بس والله انه شو منك طلعت انت مره منتهي صلاحيه منتهيه يا سعود يا سعود ما عندي قهوه سعود يا سعود العلي عذبني من هو بالحشا وتعبني وغبني عليه وغبني ضيع جميع ارقام صدق شو هذا يقول قم اصبر علي حرام اني انا اللي بكتب اسكن والله طم طم ارحب يا سعود العلي شكل ما عاد في شيء عذبني من هو بالحشا اوه زوجتك هو لازم يقعد معك يا صاحبي خال قلبي يا ادلها شلال لا 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 ما شفنا ثقافة قاعد احسب كابة بكوكو ما نجح في الثقافة راح لنا ان شاء وانت سبب الغراب الاول وتالي ليت الغراب اللي جاتني من عدو اللي انت جمعنا على العز تكفي مراسلنا عجلات يا خي لا خلص عما اخذنا اخبار ولا شوف الازوالي خلوني اسجع موضوعها احسن لي ولا الغلا والله اليبطي طالي ليه ليه تمديدك نعم شكرا يا شباب لا ترمون الله يرحم والديكم ذا ترى مهم من قلت الأدب المهم أيوة أنا شبي عصبت ارمني مره ثانيه ارمني مره ثانيه ارمني مره ثانيه ارمني مره ثانيه يلا ارمني مره ثانيه يلا اوجعني يا ربي شيك والله اوجعتني تكفى المره طيح 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 عقل عقل طيح 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 اقوى 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 اضربني اضربني قلبي اوجع كتفك ايوه بسم الله بسم الله عليك يا شو وضعك؟ ما يصلح كيش عليك؟ عقب يا رب يا هذا هذه نهاية وقف هذه نهاية الثقافة لو قلت خليني في الغطاق في الثقافة بغافة كم ما تكلمنا كلام اللي مو زين مو زين والله لو إني مثقف هو جالس أقرأ الكتاب مو بس خلاص مدام إيش جيب جبت العيد صح جبت العيد لا ما جبت العيد ما جبت العيد شحم شحم أنت ما أسكت شحم وشكت يا حبيبي يو جانا أسعد المكان رقم اثنين يلا ضربني يا اضربني اقوى يا عاد اضربني يا عاد اضربني اقوى يلا من هو اقوى اقوى ليه عزوز ورح انت مو سعود انت 10 سعود قوي هجه عوض انت لا 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 تعورني شفت 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 هذا اللي انت بيه انا اطالب السلطه العليا بالحضور الان
انا اطالب السلطه العليا بالحضور الان. ما انكسر ما انكسر عادي. تركز يا رجال. يا يا اخوي ترانا تعبنا، ترانا يا اخوي الثقافه راحت فيها يا اخوي. استفهمت كرهت الثقافه، انا كرهت الجلسه، ما ادري وين اروح ولا ادري وين اجي. يا اخوي ارحمنا، ترانا انسان، تراني انسان ماني بحيوان يا اخوي، تراني افهم. خلنا نجلس، خلنا نضحك. يا عصبي انت؟ عصبي انا؟ عصبي يا اخي. لا تعصبون، لا تعصبون فيه يا اخي، اقسم بالله تراني كرهت الحياه. تراني عصب، لا تعصبون فيه. عصب ثاني يقول، عصب ثاني. تراني عصب ثاني، ترك عصب ثاني، ترك عصب ثاني. كيف ايوه